جاي الفيلم التونسي شوي. قال لي ما لقيتش تسكر، قال لي ايا ما يسالش ونعمل هاو حتى هذا اردني باهي. المهم لازم ما ثمش فيلم جاي وما عندوش كيما نقولوا رساله باش يوصلها. نتحدوا هالرهاب هذا الكل، نتحدوا وديما تقعد تونس حي بالثقافه بالقرايه بالشعر بالاغاني. امي جابتني يعني باش نتفرج فيه. انت مغروم ولا فيه؟ اي ديما تجي. اي شنو اكثر فيلم تحب؟ الافلام التونسيه ما فهم طومبوك تعجبني بتاع عمي ولوكا هاو. هذا على شنو خلت على الفيلم الاردني لهنا؟ خذيت ابونمون في بالي عملت عامله باش ندخل فيه، ساعه خير رجعت زدت شديت الصف باش نخلط على باش ناخذ التيكي. انت وين ماشيه توا؟ باش تفرج؟ والله نتبع فيهم هكاك. عندك فكره على الفيلم؟ شكون جايبك؟ ايمان بنت عمتي وماهر. عسلامه. انت شنو تعمل هون؟ فرش سي. انت تحب السينما برشا برشا. شو اسم الفيلم اللي جيت تفرش فيه؟ يزين. اصحاب الغربية وقتي لا بصايبي ما يشفي لك يا طرف طلع شقفيه استني شوي لا تطلع هاي طلع قبل الجر سكرها شخوت سكرها 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 كما تكبش. هو المجلس عن مدرسة الأونروا للاجئين الفلسطينيين وعن قصة الانتخابات السنوية تاعت الستودنتس وشو المشاكل اللي بتصير بنفس بهذا الوقت وردة فعل الاساتذه والولاد نفسهم يعني كيف هم مشاعرهم وشو عم بيصير بهذا الوقت. هدول المشاكل أظن هي كل محل ببلاد العربية، هي أشياء ما منشوفها إحنا كل يوم وإشي لازم نحط عليه سبوتلايت عشان هي يعني إشي عن التربية والتعليم، إشي إنه كل واحد كل وزارة لازم تطلع على هاي الشغلة وتدرس هاي الشغلة. نحكي عن موضوع الإذاعة، إنه في تمييز بالإذاعة، لازم إنه نعمل قائمة للإذاعة، إنه مش بس بنات معينات من الأوائل، لازم نعمل كمان
بنات المتوسطات عشان هيك شجعهم انه لازم يدرسوا يشدوا حالهم، فهذا الشيء بأثر على نفسية الطالبة. واحنا بدنا نعمل قائمة، أول شيء نعمل مجموعة تقرب هذا الموضوع ما يقع المرة يعني المرة بعديها. ثاني مشكلة العنف بين الطلاب، من أهم العنف يعني بيصير بين الخمس دقائق بين كل حصة، والمشكلة بحاول أحلها بتعيين عريف قادر على هاي المسؤولية. والمشكلة الثالثة اللي هي بتكون منادات الطلاب بالألقاب أبو سمرة، بطيخة، أبو راس، هالمشكلة كبيرة بتسبب حساسية بين الطلاب، بتسبب مشاكل كثير بين الطلاب. الهدف إنه الناس يصيروا يوعوا يعني يصحوا ويكونوا واعيين عن الـ education system بالبلاد العربية. والله أنا حاسة إنه رح نعمل كتير منيح. أنا حضرت هلأ واحد قبل هذا تاع هند شوفاني، كان كتير حلو وأظن كلهم حيكونوا كتير حلوين، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نفوز. فشكرا كتير وإن شاء الله حبيتوه. ليش بكري خاطر موش سيارة الفيلم نورمال؟ حسيته عادي، ما كنتش تقعد عليه، معناتها انا باش نقعد على ستة نتفرج فيه، ما فيهوش حاجة تشدك معناتها. عزيزتي عيني قلت تعب انا شوية، اما كي لقيت عرفت روحي ما عادش نركز، فهمتها ما عادش نجم نركز، مش مملة وبيه. مشاكل براتيكمون في العالم العربي هما بيدهم ما نشوفهم، يعني ما تبعدوش برشا على المدارس بتاعنا، مشاكل تاع نظافة، عرك صغار تو ترمي فكرة أوريجينال. طيب موش خايب ولكن فيه شوية مونوتونية، كعلاش معناها فيه شوية ملل. عجبني برشا، شفت واقع كنا نصوروا في تونس عنا ما أسوأ، لقينا الأسوأ من ذلك. نحسوا حكا على برشا مواضيع يعني تحكي على الواقع موجود في العالم العربي. فيلم دوكومنتير حلو باهي، ورانا الوضع كيفاش في المدرسة وكليك، عجبني أنا الفيلم. شكرا كثير لقناة التاسعة. هوني كما يسميوه لافتر موفي، هو الباراليل متاع لي جي سي سي، معناتها بعد ما العباد تتفرج في الأفلام يجيوا لهنا لجنة التحكيم، المخرجين، لي رياليزاتور، دي جورناليست اترانجي يجيوا ينقدوا ويتحثوا على الأفلام لهنا، وينجموا ياكلوا ويشربوا حاجة على موسيقى راقية وحلوة. بدينا بصراحة مع ياسمين عزيز، لا فيولونيست اللي معروفة معنا عالميا،
عنا برشا فنانين، كل ليلة عنا فنان، فما زياد بقى باش يكون معنا، نجاة لونيس، أمل شريف، إيناس بالعيوني، كل ليلة عنا برمجة خاصة بالسهرية ذالية، وكما قال سي أيوب الأفتر موفي. نعزف دي ريبريز تونسي شوية، مي عملت دي زارانجمون كومبليتمون ديفيرون في الستيل نتاعي نتاع فيوزيون كي جاز افيك لا ميوزيك عرب ان بو اي بوكو د امبروفيزاسيون وجاو، وزيد باش نغني شوية وباش نعزف دي مورسو زيغان زيد.